تاريخ المحلوى بالكوكب، وهي كيفية بسيطة جدا واقتصادية ولذيذة وبريزونتابل. لتحديد هذه الكيفية يلزمنا 4 كيلو تاع كوكاو، 1 كيلو تاع زيت، 1 كيلو تاع دهن، 1 كيلو تاع سكر غلاس، وفارينة وليفيو. وللتزيين عندنا بابيي كوبي اون 4 مقطوع على 4 هكا، وعندنا سكر غلاس. لنبدا على بركه الله. فيها تانا واجدة، وصدقوني باللي بنينا بزاف والدوف في الفم، ونقدروا نقدموها في الأعياد والأعراس. وهي هي حابة نوري لكم القوام تاعها. شاهية طيبة، وديروا أبوني باش يوصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك.